يحمل مهرجان خيرات النخلة في نسخته الخامسة أنواعا متعددة من الرطب، بالإضافة إلى عدد من المنتجات التي تمت صناعتها من منتجات النخلة على أيدي بحرينية. وعلى الجانب الآخر، يعمل المهرجان على تشجيع ودعم الإنتاج المحلي من منتجات النخيل وترسيخ الهوية الزراعية البحرينية والاحتفاء بها. منتجات متنوعة ومتعددة يتم تصنيعها من النخلة، فكل جزء من هذه الشجرة يمكن أن يكون له فائدة تعود بالنفع على أفراد المجتمع، فيوجد لدينا منتج بحريني بامتياز. بداية حبينا نجل نسوي منتج بحريني 100% من الرطب الخلاص، فلذلك شفنا لنا الايس كريم مع حراره الجو جدا مناسب، فسوينا منه ايس كريم رطب خلاص بحريني، سوينا كذلك نكهات جديده منها رطب ولوتس، منها رطب وعجوه، فلذلك ذي المنتج يحبونه الكبار والصغار وجميع فئات المجتمع. طبعا منتجاتنا اليوم من خيرات النخله، من ضمن هاي المنتجات قهوه نواه التمر، طبعا نعدها من النواة نفسها، نوفر لكم اللي هو مشروب صحي خالي من الكافيين وبجانب فوائدها الكثيرة. هذه المنتجات التي ابتكرها عدد من المهتمين بمنتجات النخلة لفتت أنظار زوار المهرجان، خصوصا وأنها موسمية ومرتبطة بموسم الرطب. قاعدين نشوف الآونة الأخيرة ان قاعدين نشوف المنتجات البحرينية قاعدة تدخل في السوق اللي هو الاندستري مال الفود، فحبينا ان احنا ندمج شيء فينا او شيء معروفه في البحرين وهو النخله في منتجنا اللي هو الميلك شيك. فالميلك شيك من اكثر الاشياء اللي يرغبون فيها الناس خصوصا في هذا الجو، فان حبينا ان احنا ندخل النخل او الرطب في الميلك شيك مالنا المنتوج مالنا. النخله دائما الناس تاخذ منها السعف، تاخذ منها الرطب، تاخذ هذه الاشياء، يسوون اكثر شيء السويتات منها. انا فكرت هالمره بدل السويت أسوي لي، خصوصاً أنا مشروعي متخصص في الأشارات، أسوي مربى، بس فكرت أني أسوي أشار رطب. إبداعات وإنتاجات لافتة تقدم للزوار تجربة متميزة خلال جولتهم بين أروقة سوق المزارعين، ليكتشفوا كافة الصناعات التحويلية التي قدمها المشاركون في مهرجان خيرات النخلة السنوي. أنواع من الرطب البحريني ومنتجات متنوعة تم ابتكارها من قبل المزارعين البحرينيين لمال هذه الثمرة من مذاق حلو وشهي، فضلاً عن عدد من الصناعات التي يتم إنتاجها من النخلة لتؤكد على اهتمام المزارع البحريني بها. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.